السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back. It's a great students to our new lesson. Today we are going to talk about reported speech. We have already talked about what is reported speech, and today we are going to develop our information and knowledge about the same topic. تكلمنا سابقا في نفس الوحدة عن reported speech, لكن اليوم هنطور معلوماتنا أكثر عن reported speech. We are going to, inshallah, achieve the following objectives. At the end of this lesson, students should be able to do what? To understand what is direct and indirect speech. هنعرف هذا الهدف حققناه في درس سابق, إنه نعرف ما هو direct والindirect speech, ولكن سنعيد ونحاول التأكد من هذا الهدف ومن تحقيق هذا الهدف في هذا الدرس inshallah. To use the indirect speech correctly. أيضا حققنا هذا الهدف في درس سابق, ولكن نريد أيضا أن نحققه مرة أخرى, نؤكد عليه, أن يستطيع الطالب أن يستخدم indirect speech بشكل صحيح. Change questions into reported questions correctly. الآن هذا هو النقطة الجديدة في هذا الدرس, سنتعلم كيف نحول السؤال المباشر إلى سؤال منقول, إلى سؤال إن شاء الله reported question. So are you ready to go? Thank you very much. Let's go. We have this example. Ali says, Ali بيقول, I love playing football. بدنا نتخيل إنه علي بيتكلم مع صديقه بيقول بحب ألعب كرة القدم. شخص ثالث, الآن أنا عندي في الواقع عندي شخصين. علي بيكلم أحمد. يقول لأحمد, علي to أحمد, I love playing football. طيب الآن أحمد يرغب بنقل الكلام لشخص ثالث. فلا سبيل المثال, أحمد يرغب بنقل الكلام لسهى. Okay, so now the speaker, المتكلم اللي هو علي, is not found. علي مش موجود الآن. جملة علي الأساسية اللي قالها I love playing football سيقولها بالنيابة عنه أحمد لطرف ثالث لم يكن موجودا سهى. This is what is called indirect speech. هذا الذي يعرف بـ indirect speech. إذن أحمد علي عندما كلم أحمد أصبح عندي speaker and listener مباشر. There is no space between them. There is no space between Ali and Ahmed. ما فيش عائق, ما فيش obstruction. لا يوجد عائق ما بين علي وأحمد. بيتكلموا مع بعض, whether on phone, سواء على التليفون أو directly face to face. علي بيحكي لأحمد مباشرة, I love playing football. الآن الذي قال I love playing football is not here right now. مش موجود الآن. فأحمد ينقل الحديث لسهى. أحمد وعلي direct speech, حديث مباشر, لكن أحمد وسهى in direct speech. Agreed? طيب كيف سيقول أحمد لسهى أن علي يقول هو يحب كرة القدم؟ Look carefully. علي says, here please look to the word says. Why says, علي يقول why us? Because we know علي is singular, علي مفرد. وعلي يحل محله he, وإحنا بنعرف إنه he, she, it deals with, أو he, she, it deal with does. إذن he, she, it بيتعاملوا مع does, وعندما تكون statement بيأخذوا us. إذن علي says, instead of using I, بدل ما أقول I, لأنه مش علي اللي بتكلم, بدي أنقل عن علي, بدي أبدل I into he. So I love playing football. Ali says he loves. Why? I, زي ما حكينا احنا, نرجع بس نمسح الشاشة شوي. نمسح الشاشة على السريع. Just a minute. Okay, okay. حكينا سابقا ودائما حنحكي انه الضمائر عندي he, she, it أو المفرد على جنب, وبقية الضمائر اللي هم we,
يو و طبعا اسف على الكتابه لانه البرنامج مش مساعد ان اكتب هيك وذي وكذلك اي كل هذه الضمائر مع الجمع هدول معهم داز وهدول معهم دو يتم الاستعاضه بداز بحرف الاس زي ما احنا شايفين والدو لا يحل محلها شيء اوكي سو الجمله علي سايز هي انستيد اوف اي هي لافز بلاينج فوتبول اوكي ناو نطلع الان ثواني طيب ممكن تكون ايضا الجمله علي سايز اي لاف بلاينج فوتبول وانا هن بكون نقلت الكلام كما هو بس بدي احط علامه الكوتيشن ماركس ما ننساش الكوتيشن ماركس ما ننساش النقطه في نهايه الجمله وات اف ذا سنتنس سهى اي جو تو سكول افري داي اجين سهى سايز she goes to school every day or Suha says I go to school every day without forgetting about the quotation marks إذا مرة تانية بنأكد إنه الآي أبدلت بشي أضيف للفعل أس ما أنساش النقطة وفي هذه الحالة أضفنا علامتين الترقيم ما أنساش النقطة أوكي teachers شو بقول الأساتذة we teach everything to our students الآن بدنا نقلها teachers say they teach everything to the students تم إبدال our بذا أتأكد إنه they ما بتتعاملش مع الأس زي ما شرحنا قبل شوي teachers الجمع ما بتتعاملش مع does okay or teachers say we teach everything to our students ما انساش الكوتيشن الموجود عندي وما انساش النقطه اوكي باختصار كاني بقول انه في المباشر I في غير المباشر تصبح هي او she depending on what depending on the speaker اعتمادا على المتحدث we would be they I plus verb, I play, would turn into he plays, she plays, verb plus s. I have, would turn into he has or she has. My, would turn into his or her. Our, the, your, his or her. Thank you. Let's move to the following examples. Now, what if the sentence is question? إذ ماذا إذا كان الجملة اللي بدي أحولها هي سؤال؟ نفس الفكرة, the same idea, but with different words, with different procedures. نفس الفكرة مع اختلاف بعض الإجراءات. بلاحظ عندي إن السؤال دائماً بيبدأ بكابيتال لتر. أغلب الأسئلة بكون فيها ما يسمى بالhelping verbs ما يسمى بالأفعال المساعدة ألاحظ أيضاً أنه ترتيب السؤال يكون عندي أداة السؤال الفعل المساعد الفاعل ثم الفعل أو رقم 4 الفعل إذن أداة السؤال بقول عنها question بعدين بيجي عندي الهيلبينج فيرب بعدين بيجي عندي السبجكت وبعدين الفيرب هاي ترتيب السؤال طبيعي الان عندما بحول ل indirect speech بدي اول حاجه الغي الهيلبينج فيرب بدي الغي الهيلبينج فيرب طيب إذا ألغيت does بدي أروح أشوف الفعل هاي الفعل أنا ما بقدر ألغي does نهائيا لازم أحط بدالها as
إذن إذا كانت does ما بقدرش ألغيها نهائياً، بحط بدلها as. إذا كانت do بلغيها نهائياً مش مشكلة، لكن إذا كانت does لازم أبدل الdoes بروع على الفعل الأساسي، على الفعل الأساسي وبحط في نهايته as. نيجي نشوف كيف. أوكي تعال نطلع. Look here. أحمد asks. إحنا كنا في الجمل العادية نقول أحمد says، لأنه كان بيقول جملة الآن بيسأل سؤال. أحمد asks. لاحظ إنه الحرف الكابيتال أصبح small. هذه أداة السؤال بطل اسمها أداة سؤال، هي صارت يعني كلمة في السؤال، كلمة سؤال. أحمد asks what، where is does. لاحظ ما فيش does عندي، تم حذف كلمة does. أوكي what. طيب my ليش تغيرت؟ لأن to his الجدول السابق تنسهوش. what أحمد asks what his name means. لاحظ إنه does أبدلت بأس في الفعل الأساسي. أيضا علامة السؤال أبدلت بنقطة. إذن تحول the question is changed into statement، تم تحويل السؤال إلى جملة. نتأكد مرة تانية من نقاطنا. One the capital letter in the question word، الحرف الكبير في الكلمة كلمة السؤال أصبح small. نقطة اثنين، الفعل المساعد the helping verb does is removed، تم إزالته. and it changed into s in the main verb، تم وضع s في المين verb، هذا في حال إنه does، في حال إنه دوم بأزيله بدون أي إضافة. my as a possessive, pronoun it changed into his. Okay and question mark علامة السؤال change into period. كل هاي النقاط بدي أتذكرها عندما بحول السؤال إلى statement. نأخذ مثال تاني. What does my name mean? Reem asks what her name means. هنا كانت أحمد، عشان هيك ماي تحولت لهز، لكن هنا ريم فأكيد ماي راح تتحول لها. ريم and أحمد what do our name mean. أنا قلت لك إنه دو مش هحط لها أس زي ما عملت مع داز. ريم and أحمد ask what the names mean بدون أس، حذفت دو وما عوضتش بدالها، تمام، وأبدلت our I changed our into the. Now let's go to the following example. Where Samuel were my family from. Sammy asks again the same thing. Sammy asks and look here carefully. See Sammy asks where. طيب هل هذا فعل مساعد؟ هل هذا فعل مساعد؟ عشان لو فعل مساعد بدي احذفه. No. ما هو الفعل المساعد؟ الفعل المساعد ممكن يكون، نعد على ايدينا، do أو does أو did. do does did هذه أفعال مساعدة. do does did. طيب كمان ممكن الفعل المساعد يكون am is are was were. am is are was were. طيب الفعل المساعد كمان ممكن يكون have has had have has
had. طيب هل بتقول يا أستاذ إنه where فعل مساعد وفي نفس الوقت بتقول إنه where هانا مش فعل مساعد؟ الفعل المساعد يكون فعل مساعد إذا وجد فعل أساسي في الجملة، لكن إذا لم يأتي فعل أساسي في الجملة يصبح الفعل المساعد فعلا أساسيا. الآن و وين في فعل تاني هان؟ لا يوجد. There is no verb. There is no main verb. لا يوجد فعل رئيسي. So were would be changed from helping verb into main verb. إذا بما إنه ما فيش فعل تاني بالجملة تصبح were من فعل مساعد إلى فعل أساسي. وبهاي الحالة أنا ما بحذفش were لأنها فعل أساسي. But I'll change its place. بدي أغير مكانها. لاحظ الترتيب اللي عندي هنا. السؤال، أداة السؤال، ثم الفعل، ثم الفاعل، والتكملة، صح؟ في التحويل لاحظ عندي أداة السؤال وبعدين الفاعل وبعدين الفعل. إذن يتم التبديل في حالة الموجود فعل أساسي، يتم التبديل موقع الفاعل بموقع الفعل، يتم تبديل موقع الفاعل بموقع الفعل. يعني أنا عندي واحد و اثنين الفعل، طبعا واحد هذا السؤال، اثنين الفعل الأساسي اللي هو و، بعدين بيجي subject الفاعل. في التبديل صار عندي واحد الفعل أداة السؤال، اثنين الفاعل، تم إبدال الفاعل صار هو اثنين بدل ما كان ثلاثة الفعل. Agreed؟ طب تعال نشوف المثال التالي. طيب علا بتسأل where were my family from؟ علا asks where her family were from. لاحظ التغيير، إنه my تبدلت لها لأنه بتسأل بنت، لكن هنا my تبدلت لهز لأنه اللي بيسأل ولد. تمام؟ With the same thing capital letter أصبحت small letter، علامة السؤال أصبحت نقطة، تم تغيير مكان الفعل من رقم 2 لرقم 3، تم تغيير مكان الفاعل من رقم 3 لرقم 2. Agreed. Okay. The same thing. أولا أنت سامي. الآن اثنين. واعتبروا جمع. Where were our family from? أولا أنت سامي ask. Where the family were from? طبعا مرة تانية our changed into the. Now Rami. When did people start using family names? أنا هنا أنا عندي سؤال. هل did فعل مساعد أو فعل رئيسي؟ عشان أعرف إنه did فعل مساعد أو فعل رئيسي بدي أطلع في الجملة. I want to look carefully to the sentence. أطلع كويس في الجملة. And ask myself, is there another verb? هل هناك فعل؟ Yes, start. إذن بما إنه في عندي فعل موجود في الجملة اللي هو start، then did is not a main verb, it is helping verb. إذن في هاي الحال did فعل مساعد وليست فعل أساسي. حكينا بما أنه فعل مساعد إذن في التحويل يجب أن تلغى. طب إذا لغيت did، إذا تم إلغاء did، هل زي does؟ إحنا قلنا does إذا ألغناها بنحط بدالها الأس للفعل الأساسي. طيب إذا لغيت did هل بنحط بدالها بديل أو بنترك بدون بديل زي do؟ احنا قلنا does بنحط بدالها as، do ما بنحطش بدالها شيء. طب هل did بنحط بدالها شيء؟ نعم. الفعل الأساسي start بنبدله، هو طبعا هو التصريف الأول، التصريف الثاني منه started وتصريف الثالث منه started. إذا بنبدله للتصريف الثاني منه، بنبدله للباست. فبتصير الجملة عندي را
Rami wants to know. Wants to know means ask. يريد أن يعرف نفسه ask. Rami wants to know. سواء قلت wants to know أو قلت asks نفس الشيء. When people started. الED هذه دليل على وجود did. لكن تم إلغاء did. When people started using family names. طبعا بنلاحظ أنه فقط حذفنا it did. Now, Noha, when did people start using family names? The same thing. Noha wants to know when people started using family names. وما ننساش طبعا كل الأمور الأخرى ما هي نفس المتشابكة إنه العلامة علامات الترقيم سواء capital letter والنقطة وإلى آخره. Now, Rami and Noha, when did people start using family names? Again, Sami and Noha want, not wants, to know when people started using family names. Sami, when will you have time to meet me, Yasmin? Yasmin, متى بتلاقي وقت عشان تقابليني? Sami wants to know when she, بدل you, she. When she will have time. لاحظ إنه will have كانت مفصولة كان الفاعل فاصلهم لكن will have أخرجنا بدلنا موقع الفاعل أصبح when she will have time to meet her. ولاحظ السؤال تحول إلى نقطة capitalize تحولت إلى small letter. Okay. الآن let's go to rules. When we report direct WH question عندما نحول أو ننقل سؤال WH question إيش هو WH question when what who etc. أي سؤال بيبدأ ب WH اسمه WH question زي when, what, why, who إلى آخره. أوكي. عندما إحنا بنعمل تقرير عن سؤال WH question بيتم تحويل الجملة إلى statement. بطل question بصير statement. قاعدة رقم 2. If there is helping verb إذا كان هناك فعل مساعد in the direct question في السؤال المباشر we cut it بنحذفه in the reported question. ولاحظنا كيف حذفنا does كيف حذفنا do كيف حذفنا did. After the reporting verb the word order change to. احنا عندي السؤال بيكون على السؤال أداة السؤال الفعل المساعد بعد الفعل المساعد او بعد الفعل بيجي الفاعل بيتم التغيير في هذه الحالة إلى question word subject. subject بدل ما يكون ثلاثة بصير اثنين ثم المين verb. طيب آخر نقطة بقول لك reported questions end with full stop. الأسئلة المنقولة بتنتهي بفول ستوب بنقطة ولا تنتهي بعلامة سؤال. Now let's check our objectives. At the end of this lesson students should understand what is direct speech and what is not. What is indirect speech? Yes. Use the indirect speech correctly. Change question into questions in reported into reported question correctly. I believe yes, we achieved our goals. So thank you very much. Have a nice day. موفقين إن شاء الله رب العالمين. اليوم لن أثقل عليكم بواجب فنكتفي بالدرس بدون واجب إن شاء الله.